أثابكم الله. هذا يقول: ما رأيكم في هذا القول: أربع طلاقهن ليس ببدعة ولا بسنة، صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع بدون مماسة، ما مدى صحة هذا القول؟ وما حكم الطلاق البدعي؟ وما صحة حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ طيب، صحيح التي لم يدخل بها ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلا عدة الوفاة، فإن عدة الوفاة تثبت وإن لم يدخل الإنسان بالمرأة. مثاله: رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها، تجب عليها العدة والإحداد ولها الميراث ولها المهر كاملا. كم ترتب عليه من أحكام؟ لا، أربعة: العدة والإحداد ولها الميراث ولها المهر كاملا. فغير المدخول بها إذا فارقها زوجها ليس عليها عدة إلا إذا مات عنها، هذا صحيح وفي القرآن ما سمعتموه. الثانية التي عدتها بالأشهر، هذه أيضا ليس طلاقها بدعيا. التي عدتها الأشهر، من هي التي عدتها الأشهر؟ الصغيرة والصغيرة، هذه يطلقها الإنسان متى شاء، حتى لو جامعها ثم قبل أن يغتسل من جماعها طلقها فلا بأس. لماذا؟ لأن عدتها تشرع فيها من حين الطلاق، والله يقول: فطلقوهن لعدتين، وهذا طلقها للعدة، إذ أن التي تعتد بالأشهر تبدأ العدة من حين الطلاق. طيب، الصغيرة والآيسة. الرابعة، نعم، إيش؟ الحامل أيضا ليس لها بدعة، طلاقها سني بكل حال. لماذا؟ لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الخامسة المختلعة التي خالعها زوجها، فيجوز أن يخالعها في أي ساعة شاء، حتى وإن كان في طهر جمعها فيه أو كان ذلك في الحيض، وذلك لأن المختلعة ليس عليها عدة، وإنما عليها استبراء، تستبرأ بحيضة، فمتى حاضت مرة واحدة انتهت من زوجها الذي خالعها وحلت للأزواج. ولكن بعض أهل العلم يقول: إن عدة المخلوعة كعدة المطلقة، وعلى هذا فيكون لها حكم الطلاق، يكون لخلعها حكم الطلاق. نعم، كيف؟ أما الطلاق البدعي فهو الذي عصى الله تعالى فيه بأن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. نعم، أما الحديث فهو ضعيف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن الله تعالى لو أبغضه لحرمه، لكنه سبحانه وتعالى أحله لعباده. ولا شك أن الأصل في الطلاق الكراهة إلا لسبب يقتضيه، ولهذا قيل: إن الطلاق تثبت فيه الأحكام الخمسة، وهي، قلها. لا، الأخ يبدو أنه جاك النوم الآن، قم. الأحكام الخمسة ما تعرفها؟ نعم، أنت فاتك الأمر، استمع الآن، خليك واقف. مكروه. أعد واجب. نعم. محرم ومكروه ومباح.
كررت مسنون. طيب بس المندوب والمسنون واحد. اجلس. المقترعة هي التي فارق زوجها بعوض. طيب إذن الطلاق قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته فطالبته، فيجعل له 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا مرت 4 قيل له إما أن ترجع وتجامع الزوجة وإما أن تطلق، فيجب عليه الطلاق في هذا الحال.